كل هذه الممارسات قابلها طبعا تحدي كبير للتصدي لداعش ودحره من العراق الموصل تحديدا. لؤي أمين معي مباشرة من الموصل. لؤي، أي تطورات حتى هذه اللحظة ممكن أن نعرفها منك فيما يتعلق أو فيما يتعلق بالتقدم الذي صار، أهميته الذي حدث بالنسبة للقوات العراقية، وطبعا إلى أي مدى هو يعد خسارة لداعش وتؤثر في المراحل القادمة؟ مساء الخير ميسون. نعم، اليوم عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل شهدت تطورا كبيرا، حيث تم كسر أكبر وأبرز خطوط دفاعات داعش وهي في حي الجوسق والطيران، القوات الأمنية من الشرطة الاتحادية وكذلك من قوات الرد السريع استطاعت الوصول إلى جسر الرابع الذي يربط ضفتي الموصل، الضفة الغربية بالضفة الشرقية. اليوم تم تحرير الجسر الرابع ورفع العلم العراقي، وأيضا تم السيطرة على الشارع الرئيسي الذي يربط جسر الرابع مرورا بمنطقة الجوسق ومقابلة بحي الدواسة. هذه المنطقة، حي الدواسة، نحن نتحدث عن المجمع الحكومي وكذلك مبنى المحافظة وهيئة التقاعد والبنك المركزي وكل الدوائر الحكومية الرسمية في مدينة الموصل هي في حي الدواسة. الآن القوات الأمنية لا تبعد سوى بضع الأمتار فقط عن الحي وعن مبنى محافظة نينوى. هذه الخطوة اليوم حصلت يعني انحراف في مسار عملية تحرير مدينة الموصل بالنسبة لداعش. داعش اليوم انهار انهيار كبير تحت ضربات القوة الجوية العراقية وكذلك تقدم الشرطة الاتحادية. اليوم داعش خسر أبرز معاقله في جنوب الموصل، هو حي الطيران وحي الجوسق ومطار الموصل الاستراتيجي. قوات الأمنية اليوم تقف على أعتاب مقر قيادة عمليات نينوى سابقا، وهو معسكر كبير جدا يقع وسط مدينة الموصل في مركز المدينة. وأيضا اليوم قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة توغلت وتقدمت وحررت قرية تل الرمان، وأيضا وصلت إلى مشارف حي التنك وعلوة المخضر، علوة الخضار والفواكه في المحور الغربي. نعم ميسون، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من الموصل. مراسل أخبار الآن لؤي أمين.